إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين ومن سار على هديه واستدل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجار الله جميعا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، حديثنا في هذه الجمعة المباركة سيكون عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام، خلق لا يتصف به إلا المؤمنون الصادقون ممن كمل إيمانه وصلاحه. هذا الخلق هو خلق حفظ الأمانات، حفظ الأمانات الذي جعله الله عز وجل خصلة من خصال المؤمنين، فقال جل وعلا وهو يصفهم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا الخلق أيها الإخوة الكرام وعد الله عز وجل عليه بأعظم الأجور، وجعل أهله في أرفع درجات الإيمان، وعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود، قال خمس من جاء بهن مع إيمانه دخل الجنة. ما هي هذه الخمس يا رسول الله؟ ما هي الخمس التي إذا جاء بها العبد مع إيمانه فتحت له أبواب الجنان؟ هذه الخمس هي الصلاة، قال أداء الصلاة، أدى الصلاة بوقتها وخشوعها، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج البيت، وأدى الأمانة. إقام الصلاة في الوقت بخشوع، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وكذلك أداء الأمانة. انظروا أين جعل النبي صلى الله عليه وسلم أداء الأمانة، جعلها وسط الأركان الخمس، أركان الإسلام التي بني عليها، جعل الأمانة سادستها. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من حديث عبادة بن الصامت، قال اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. اضمنوا ستا من الخصال يضمن النبي صلى الله عليه وسلم لك الجنة. ما هي هذه الست؟ اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا وأوفوا إذا ائتمنتم، وأدوا قد أوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجهم، وغضوا أبصارهم، وكفوا أيديهم. هذه الست تحفظ مع الخمس التي قبلها. من أراد السير إلى الله والوصول إلى جنته فها هي الخطوات التي توصله. خمس هي أركان الإسلام مع أداء الأمانة، ست زدها على تلك الأربع. الأمانة ذكرناها، حفظ الفرج وغض البصر وكف اليد وصدق الحديث والوفاء بالوعد، وأداء الأمانة. ومن ترك هذه الخصلة أيها الإخوة وضيعها فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين. فمن صفات المنافقين التي علمنا إياها
نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، قال صدقه إذا حدث كذب، المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان. عقوبة ضياع تبييع الأمانة شديدة وأمرها عسير، فقد روى نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق وجود إسناده ابن كثير رحمه الله، قال ابن مسعود: يغفر أو الذي قتل في سبيل الله، من قتل في سبيل الله كفر الله عنه ذنوبه كلها، أو قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمل. الوحيد الذي لا تكفره الشهادة في سبيل الله، وهي ذروة سلام الإسلام. الرجل بذل روحه لله، فلما جاء بين يدي الله وجد ذنوبه كلها قد غفرت، محيت، سترت، إلا ذنبا واحدا لا يكفره الله تعالى ولو بذلت روحك عنه. ما هو هذا الذنب؟ تضييع الأمل. وقال ابن مسعود في رواية أخرى لهذا الحديث تتمة له، قال: يؤتى بصاحب الأمانة يوم القيامة فيقول الله له: أد الأمانة. فيقول: أي رب، وقد ذهبت الدنيا. من يخرج من الأمانة؟ لكن كانت في الدنيا مشات، ذهبت مع الدنيا. قال: أي رب، وقد ذهبت الدنيا. فيقول الله تعالى: خذوه إلى الهاوية. أتعرفون ما الهاوية؟ إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إنها جهنم، إنها السعير، إنها الحطب. فيؤخذ به إلى الهاوية فيلقى فيها، حتى إذا وصل إلى قعرها وجد الأمانة على حدها. تلك الأمانة التي ضيعها في الدنيا يجدها في قعر جهنم على صورتها، فيحملها على عاتقه ويصعد بها في جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج منها، صار شفرة كل خشية زلت منه في القعر، فهو في إثرها أبدا آبدا، فينزل بعدها لينزل بها مرة ثم يصعد بها، حتى إذا وصل إلى أعلى النار وأراد الخروج زلت منه الأمانة فسقطت في قعر جهنم مرة. أترون أن الأمر خطير؟ أترون صعوبة هذه الأمانات وخطورتها وثقلها بين يدي الله عز وجل؟ والأمانة أيها الإخوة يظن كثير من الناس أنها ودائع الناس فقط، جواحر العرش وديعة، هذه أمانة ينبغي حفظها، هذه أمانة حقا. ولكن الأمر لا يقتصر على هذا فقط، بل يتعداه إلى ما هو أكثر منه. فالأمانة هي كل حق ترتب في ذمته، سواء كان حقا لله أو حقا لعباده. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين، وأشد من هذا كله الودائع، وأشد من هذا كله الودائع. فكل هذه المسؤوليات التي حملنا الله إياها أو التي تحملناها مع الناس فهي أمانة في رقابنا، فالتلاميذ أمانة في عنق مجتهدين، المرضى أمانة في رقبة طبيبهم، الرعية أمانة في عاتق راعيها وحاكمها، كل موظف في هذه الدولة تحمل مسؤولية فهو يقتضي أمانة في ذمته ورقبته، الأولاد أمانة في رقبته، فكل مسؤول كل راعي سيسأل عن رعيته، كلكم مسؤول
على ما حملنا إياه من الأمانات، وما تحملنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما عندما ضيعها، عندما ضيعها أفسدها، كان ظلوما وكان جهولا لا يعرف قدرها وقيمتها وحقيقتها، ولا يعرف عقوبة تضييعها. جاهل مسكين لا يرى بين يديه إلا دراهم معدودة سيأكلها، إلا متعا سيتمتعها، إلا لذائذ سيتلذذ بها، ونسي المسكين أن ما أكله سيستحقه بين يدي الله، ما تحمله في ذمته ورقبته من حقوق العباد سيؤديها لهم بين يدي الله من حسناته، فإذا فنيت حسناته تؤخذ سيئاته وتطرح عليه فيكب بها في النار والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يوفقنا لأداء هذه الأمانات على الوجه الذي يرضيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين وصحابته الطاهرين ومن سار على هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، عندما نرجع الى سير السلف الصالح رضوان الله عليهم، الى سير الانبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، نجد المثل الاعلى والقدوه الحسنه في باب الامانات وحفظ الحقوق. فالانبياء جميعا جعل الله الامانه من صفاتهم الواجبه، من الصفات الواجبه للرسل. الرسل لهم صفات واجبه ولهم صفات مستحيله لا يمكن ان يتصفوا بها، ولهم صفات جائزه يمكن ان يتصفوا بها ويمكن ان لا يتصفوا. فمن صفاتهم الواجبه صدق الحديث واداء الامانه وتبليغ الرساله. لا يمكن لرسول ان يكون قائما ابدا، فهي تقدح في مروءه الشخص، تقدح في عدالته، ولا يمكن ان يختار الله رجلا ليبلغ رسالته للخلق ويعينه على ذلك ويؤيده بالكرامات وهو خائن. اذا خان امانه الناس كيف يؤدي امانه الله؟ فالخائن لا قدر له عند الله سبحانه. فاذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يلقب بالصادق الامين، يلقب بالصادق الامين، الكفار ياتون بودائعهم ويذرونها عنده رغم مخالفتهم له، رغم تكذيبهم له في الرسالة، ولكن يأتون بالودائع وتبقى عنده. ولما أراد الهجرة إلى مكة، وهؤلاء الكفار قد حاولوا قتله وقتلوا كثيرا من أصحابه وعذبوه وتسببوا في طردهم من بلادهم وأخذوا ثرواتهم، منهم من أخذوا تجارته وأخذوا ماله بيته كما فعلوا مع صهيب وغيره من الصحابة. فكان الأولى أن يأخذ هذه الأموال التي أودعها الكفار عنده ويذهب بها إلى المدينة ويقول هذه مقابل ما تركت له، سأترك بيتي له. وترك أصحابي ماله عنده وسفك دماء أصحابي، ولكن ما قال هكذا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي علمنا أن نؤدي الأمانة إلى من ائتمننا وأن لا نخون من خانك. قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. هو خانك أنت، ما تخونش. عاملك بأخلاقه فعامله بأخلاقك أنت لا بأخلاقه، عامله بخلقك الطيب لا تعامله بخلقه الفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك عليا رضي الله عنه بفراشه وترك عنده ودائع الناس واماناتهم، قال: رد الودائع الى اصحابه. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، واخبرنا عليه الصلاه والسلام
أن رجلا في من كان قبله من الأمم السابقة باع أرضه لرجل، فالذي اشترى الأرض بعد أن بدأ في حفرها وحرقها وجد فيها جرة من ذهب. واحد يقول نعم رب، أين ذهب بها؟ ذهب مباشرة إلى من باعه الأرض، قال هذه لك، فأنا اشتريت منك الأرض فقط. قال ليست لي، مش لي ريال. قال وين رشد عندك الأرض؟ خذ أنت. قال أبدا، أنا بعتك الأرض وما فيها. هذو علمت أنت بتوزير، هذو راك أنت بتوزير على ديالك، كل واحد يقول ديالك. حنا تندبزو على كل واحد يقول ديالي. كل يقول لي هذا مالي، هذا حقي. حتى واحد ما كيدافع على راه لا ديال خويا ولا شي حاجه. جرة من الذهب، سبحان الله. حنا كنلقى الراب زاد لي ديال الذهب وخا نسيب، كنت معفن ديال وجهي. التيليفون ديال مولاه غير يطلع لي راس ويجري به الماء، فرحان. بماذا تفرح؟ بقطع من النار تقولها. وحنا جايين لينا تيليفون داك شرف ديال من هذا؟ لقيته في ماكس. ايوا خلي شي عمر مولاه غير يصوني عليك. لا 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 ما عنديش انا الحق انا نكون عندي تيليفون بحال هذا. تا نكون عندي تيليفون ديالي. فاطيه تحس بزاف ديال الهضر وخدامه به. خلاك ربك عادل سبحانه. كريزي العافيه غادي تشوفي الثمره ديالها. ما دوزت ترى شهر ولا شهرين. فطردت من عملها. جراو عليها الكل. تعرضوا لها الشفار. دولة سلسلة ديال الدم عن حرب وخطام وتليفون. فمشى التليفون، مشاو الفلوس، مشى الذهب، مشى الخدمة. كليتي شوية ديال الحرب. ودارك مشى الإيمان، مشى عاطفتك مع الله. المرأة لاقية سلسلة ديال الدم في الحمام جايبها فرحانة بالدار. هاد السيدة هذه الآن لا تفارق المستشفيات. ديما قدر جميع الأمراض تسلطوا عليها الله يحفظها السلسلة. عياو يا ربي قلبي على مولاد السلسلة. لا، فرحانة بسلسلة تاع الدم. تأكل الحرام اليوم وتستقيمه غدا، وهذا من لطف الله بك. إذا أحبك الله سيعاقبك في الدنيا، أما المصيبة العظمى أن تؤجل العقوبة إلى يوم القيامة. هذه مصيبة كبيرة، هذه قاصبة الظهر، هذه التي لا دواء لها. ما زال هنا هند، أما الهند لا دواء، دواءها النار. فالرجلان يختصمان ويذهبان الى القاضي ليحكم بينهما من اجل ماذا؟ كل يقول لصاحبه الذهب ليس لي، كل شيء باغي يرمي الذهب له، كل شيء خايف، حتى واحد ما باغي يدي شي حاجه ماشي ديالو، خايف يدخلها للدار على ولادو. الراجل موظف، الدوله عاطيه الديرو، عاطيه الاله ديال الطباعه، الامبريمون تطبع فيها، وهو تطبع الاوراق المرجوع، اوراق الاولاد، المدرسه، كل شيء. كاع المسائل اللي يطبع الضروره تبعاتهم. بالله عليك الا تتقي الله؟ يعطيهم الاقلام ويديهم الدار، طرق ولادك، طرق السياره تسالي بها مع راسك، لقيت انت مشكل في النهايه، وغادي يقول لها هذه ما ديال حد، لا راه ديالنا كامل، راه ما غيحاسبوكش عليها واحد ولا زوج، غيحاسبوك عليها 40 مليون، ولا تفاديتي معاهم. فاتقي الله، اتقي الله فيما استودعك من الامانات، لا تضيع حقا من حقوق الله وحقوق عباده. فكل ذلك ستؤديه بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الا من اتى الله بقلب سليم. لما مشاو عند القاضي لقاو القاضي تا هو كثار منهم، ما قالوش ماشي ديالك وماشي ديالو ديالي، لا. قال له هل لك جاريه؟ قال نعم. قال ألك ولد؟ قال نعم. قال زوج الولد للجارية وأنفقا عليه من ذلك. زوج الولد ديال البنت هذا وأعطيه لك الذهب يعيشوا. هذا كان في شرعنا قبلنا، أما الشرع ديالنا دابا في حكم آخر. سير عند الفقيه يقول ليش فلا تأخذ شيئا درهما لا ليس لك، إياك أن تأخذه وإياي أن أقول احذروا. فالمال الحرام له لذة عندما تتذوقه وتأكله، لكن له مرارة عندما تؤديه بين يدي الله، له ألم شديد. البارح اتصلت بي واحدة السيدة، بنت يلا توفت، عاد دخلت للعمل، ومدة هذيك تقلب على خدمة ما لقاش،
الشركة عملها حرام. عيادة ما تقلقني على شركة أو ترى ما لقيتش خدمة ولا كذا ولا كذا. قلت لها شوفي هذه المدة التي ابتلاكي الله عز وجل تركت فيها أو ما وجدت فيها العمل. الآن خلاك الله تعطشتي باغا خدمة وقلبتي حتى وصلتي لواحد درجة عطش شديد. قلت لها فوقع على كلمة ما وقع على بني إسرائيل. غادي مع الملك ديالو مع نبيهم وجدوا نهرا وقد اشتد بهم العطش. لما تجد العطش بزاف هل ولكن حار. من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفة بيدي. قلت لها لو لقيتك شي رخصة شرعية نعطيك شي غرفة نقول لك خذي شي جريمة على ما تلقايش خدمة ولكن انت مازال بنت صغيرة وعايشة مع والدك وما محتاجة فلوس. الان الحمد لله بوك الحمد لله حالته مزيان متوسطة حميتو بخير. فعلاش غادي نمشي تدخلي راسك في الحرام من دابا؟ لا سيري في حالتك وديري بحال دوك القلة القليلة من المؤمنين الذين ما شربوا هذوك اللي شربوا قالوا غنحيدوا العطش ومن بعد نتوبوا لله ولكن شربوا ما تحيدش العطش. عطشهم يزداد العطش يزداد البطون تنتفخ ولكن العطش لا يزداد. هاكم بزاف ديال الناس مشى للحرام كرشوا عمرات شركة البنك كبرت ثلاث بالفلوس والسيارات والفيلا ولكن العطش ما بغاش يحيد الا فعل الحرام ما بغاش يزداد بقى ديما عطش حتى يمشي عند الله ولا بغا ولكن ما شربوش او اللي عطاهم الله رخصة وخدا واحد الجريمة شنو داروا هذا ازال الله عطشهم وقضى حاجتهم ونصرهم على عدوهم. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فلما حفظوا امانه الله التي هي الدين حفظ الله لهم انفسهم وحفظ الله لهم دينهم ونصرهم سبحانه وتعالى. فنسال الله تعالى ان يحفظنا جميعا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا وان يحفظنا من فوقنا ومن تحتنا سبحانه وتعالى. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما من الشر محفوظا ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم نور من عند قلوبنا واستعن بطاعتك ابداننا وخلص من الفتن اسرارنا واشغل من ابتلاء افكارنا وقنا شر وساوس الشيطان يا رب يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر بلدنا هذا واجعله امنا مطمئنا وسهلا بلاد المسلمين. اللهم احفظ وليا من الاحفاظ جلاله الملك محمد السادس وانصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به رايه الاسلام والمسلمين. اللهم احفظه في ولي عهده بن عمر الحسن وشد عرضه باخي نور الرشيد واحفظه يا رب لنا في سائر اسرته الملكيه الشريفه انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ اخواننا في فلسطين اللهم احفظ اخواننا في غزه اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم كن لهم عونا وظاهرا. اللهم انك ترى ما يعانونه وما يقاسونه في هذا البلد وفي هذه الحروب وفي هذا التشرد. اللهم فكن لهم وليا ونصيرا واحفظهم بعلمك التي لا تنام وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا اتنا من لدنك رحمتك وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هذه اقوالنا واعمالنا ترفع اليك فما كان فيها من عيب فاستر وما كان فيها من نقص فاجبر وما كان فيها من خطا او زلل فتجاوز عنه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.